لازم اعرف مين اللي عمل كده في مراتي، وابني فين، سليم فين؟ للاسف الدكتور ما كانش معايا لما لقيناها. انا هشرح لك الموضوع كله اول ما التفاصيل تكمل، بس مبدئيا انت تقدر تاخدها لو عايز. انا عن نفسي انا مضيت تعهد انها هيتحقق معاها لما تخف ان شاء الله، وبصفتك جوزها انا عايزك تمضي نفس التعهد. بس ارجوك بس مش تروح اسم ولا محكمه ولا نيابه، كفايه اللي حصل لها. انا عارف، انا عايزك تطمني وانسى الموضوع ده كله. انتي لي بس تعبت وانا هاخد بالي من كل حاجه. ممكن سيب بيه مش كده؟ مش هتلاقيت كمان؟ أخبار حضرتك إيه؟ أنا رائد سيف الإتربي فعلا، مدير مباحث اسمه تاني الفيوم. نورت شرف. وجود حضرتك طبعا. دخلت شفت البت برد عايشة ولا غايرة في داهية ولا إيه حكايتها بالظبط؟ أنا محتاج لها أوي. عندها قضية كبيرة ومهمة. وهي شهادة الإثبات اللي فيها. شهادة الإثبات. بس بيني وبينك البت دي كانت المرشدة بتاعتي. بس طلعت غدارة. لعبت بينا كلنا. أظن حضرتك سيادة الأخيط غلطانة. الست دي محترمة جدا وفنانة ومن عيلة كبيرة. وأم على فكرة ومتجوزة. يعني عندها أولاد برضه. هي من حيث انها فنان فنان. اسمها اسيا شهدي. اسيا سليم شهدي حضرتك. انا معايا ملفات ومحاضر رسميه بتثبت كده. هو حضرتك الست الاخير ما جالكش اي اشاره من راسك الكبير؟ جالي اشاره من راسك الكبير. هنتعاون معاك. بس اللي انا متاكد منه انك دبيت المشوار ده على الفاضي. وهثبت لك كلامي. بس قول لي جبت منين الناس اسمها اسيا؟ ومن الفيوم ومتغيبه. مع اني متاكد زي ما انا قاعد قدامك كده ان اللي جوه دي اسمها ورد. وكانت عايشه في شطرنة. ودي شهاده الاثبات في اهم قضيه في سينا تماما. ومن الاخر مش ناوي افرط فيها. اوبا بدايه مش لطيفه خالص على فكره. عايز ايه؟ عايزك ترد على تليفونك. دي برايفت نمبر. ما انا عارف. واللي بيكلمك ما بيحبش يطلع كتير على التليفون غير الترد. الو. يا فندم. اهلا يا باشا. اهلا. تمام سعادتك. تمام هو موجود جنبي. اوامر معاليك. ايوه يا باشا. ايوه مفهوم يا باشا. بس القضية مفتوحة يا باشا. وال ما هو يا باشا احنا ممكن ناخد تعهد علشان ما اقوالها ساعة اللي تؤمر بيه يا باشا. اوامر سعادتك. اوامر سعادتك. اتفضل يا فندم. اتفضل. اتفضل يا فندم. اتفضل. ما تتفضل يا سيبي اشرب القهوة عندي. كمال أنا
عايزك تأمن لي المستشفى جوه وبره. تمام. وعايزك تحط لي حرس على بابها. وارد. آسيا. آسيا. معقولة برضه كمونة؟ ألم رهيب. يبقى عندنا ضيف وما تقوليش تشرب ايه، حاجة ساقعة ولا قهوة؟ عندنا بن هنا ما تقولش لعدوك عليه. هو مش صاحب الأنتيم بس جلد آخر حاجة. أنت يا ابني مصمم إني أقل منك. أنت فاكرني هعلقك وكهربا كل الليلة دي؟ وتروح النيابة ترميني ببلوى إني عذبتك وبتاع وشايب النعناع؟ انسى، مش هنولها لك. وبعدين يا وحش، مش كنت بتقول لنا ان امك الله يرحمها الله يرحمها كان عليها اجدع وسط في الثمانينات، كانت رقصة انما ايه، زبدة. شفت ان انا ممكن اعورك من غير ما المسك، اتكلك على الجروح اللي جواك، الجروح الغويطه اللي مفيش ايد توصل لها. وانت برنس مش هتستحمل نواعمي. تشرب كونياك فرنساوي. انت كبيرك ترمس. هات له حلبة حصى يا ابني. خليها قهوه ساده، يا ريت في فنجان. سيب لي تربي مدير مباحث الفيوم. بص يا فارس، انت ما حكيتش حاجه، ما نطقتش بكلمه، لا ورد راحت فين ولا عملت فيها ايه، وللاسف الموضوع خرج من ايدي. وسع وسع لدرجه خيالك ما يجيبهاش. والله يا فارس لدرجه ان الموضوع ما بقاش يخصني وحدي، بقى يخص محافظة تانية. للدرجة دي؟ ورر ده بقى التنظيم دولي. ما قلت لك يا باشا، البت عملت عملتها وطفشت وما اعرفش عنها حاجة. من الآخر كده أنا ما عنديش كلام أقوله لك ولا أقوله للكابتن. ما تستعجلش على حاجة، هنتعرف على بعض بعدين. على فكرة ورد ما مدتش. فارس لقيناها لسه عايشة. لسه عايشة. هي يومين ثلاثة وهتفوق من اللي هي فيه، وبعدين هناخد أقوالها كلها، هتحكي عن كل حاجة بالتفصيل. ده مش كده وبس، ده هتبقى شاهد إثبات في دوكشة الجرائم بتاعتك، تجارة السلاح، تهريب الآثار، مخدرات، دعارة، تهريب خمور. الليلة كلها الفاتورة. قلت ايه يا انتك؟ قلت احكام. مش عشان خايف منك ولا من الباشا، عشان استعيد كل حاجة انا عملتها فيها. ولعلمكم لو وقعت في دي تاني هعمل فيها قد كده 100 مرة، ومش هرتاح غير لما اخنقها بايديا الاتنين. كمال، يا ريت تسيبني مع فارس لوحده. من كل بعد ابقى في منتهى السعاده الحقيقه. انا اطلع اعمل المرور بتاعي واقعد في شويه الهوا الحلوين اللي بره لغايه ما ساعتك تقول لي تمام. فاكر الهوا الحلو يا فارس اللي مش هيحك لك صدر تاني؟ تقولي ده مستثنائي. ابن كلب رخم صح. بقولك يا فارس، انا عايزك تسمعني وتفهمني كويس قوي. انا راجل طغري وصريح وماليش في اللف والدوران، يعني ماليش في الحوارات. والراجل ده انا مش طايق امره، زي ما انت بالظبط مش طايق. تاريخه اللي زي الزفت يمكن اوسخ من تاريخك كمان، بس عارف الفرق بينك وبينه ايه؟
عارف ولا مش عارف؟ محمي في الدبورة. صباح الفل، كده ابتدى نتكلم. حامي نفسه. انت هنا مش محمي، انت هنا بين اربع حيطان، تحت ايده تحت رحمته 24 ساعة يا فارس، ومش هيسيبك في حالك، هيطلع عيني اللي خلفوك. انا بجيبها لك من الاخر. انا عايز اعرف المطلوب مني ايه. البنت وتحت ايديكم، اول ما تفوق هتقول لكم على كل حاجة. الكلام ده جميل، بس احنا مش لاقيين ابنها. ابن مين؟ ابنها يا فارس. الست دي متجوزة وعندها بنتين وولد مش عارفين نلاقيه. وعلى فكرة ما اسمهاش ورد، اسمها آسيا شهدي. آسيا شهدي؟ انت كده بتشتغلني يا باشا. لا، هي اللي اشتغلتك. شوف بقى، انت عندك حاجة انا عايزها، بس انا عندي حاجات كتيرة قوي يا فارس انت محتاجها. انا عايزك تساعدني ان انا الاقي ابنها، حي او ميت عايز الاقيه. وفي نفس الوقت هتحكي لي قصتك مع آسيا. اتفقنا ولا لا؟ بس لازم تفهم قصاد ده يا فارس، انا هعمل اللي عليا. انا هضمن لك ان الكلب ده ما تشوفوش تاني هنا، هيغور. بيجي مكانه راجل محترم يعرف يظبطك. وهتاكد ان انت في السجن متظبط ومستريح. ولو احتجت محامي هجيب لك واحد، هجيب لك اصيع واحد فيها يا ناصر، وما بهزرش. وهحاول اجيب لك حكم كمان مخفف. من الاخر كده تقف جنبي وقفه راجل يا فارس ورحمه امي. اقف جنبك وقفه 100 راجل. فساعدني اساعدك. ابنها ده عنده كام سنه؟ كده احنا ابتدينا نتكلم. سيف الكلمه. يا بنتي يا بنتي، انا ما كنتش فاهمه انه للدرجه دي. اهدي يا سماح، بس رجعت لنا خلاص. بس اللي جاي اصعب، لازم نبقى اقوى عشان لما تقوم تلاقينا كده. مين اللي عمل فيها كده؟ دول شوهوا بنتي. هنعرفه، بس امسكي نفسك شويه عشان ما تقومش تلاقيكي كده ارجوكي. سميحة، انت عارفه بنتي كويس. سليم علي، حتى لو فضلت ادور عليه طول عمري. المهم دلوقتي آسيا. شوف بقى يا معلم، قبل ما ندردش انا عايز اسالك حاجه. ولد مين؟ ابنها اللي كان معاها. يا باشا صدقني، وردي لما خبطتها كانت لوحدها، كانت بطولة، لا كان لا معاها لا واد ولا بنت. يا فارس احنا هنحور من اولها ولا ايه؟ مش اتفقنا احنا نبقى صرحة؟ ورحمة امي زي ما بكلمك، هكذب عليك ليه؟ انا جاي معاك من الاخر. خلاص وانا هصدقك. كمل، وبعدين حصل ايه؟ ابدا، خدتها معايا في العربية وديتها شطانة، وجبت لها دكتور وكشف عليها وفضلت سهران جنبها طول الليل. لما فاقت قالت لي ان انا اسمي ورد. هي ما كانتش بتتكلم عن نفسها ولا عن الماضي بتاعها. انا كمان ما رضيتش اكلمها، خفت تسيبني وتمشي. طب وتعرف الدكتور راجس راج الدين منين؟ مين راجس راج الدين؟ جوزها. جوز ورد؟ جوز آسيا. مين آسيا؟ ما انا قلت لك، آسيا هي اللي انت خبطتها في العربيه في طريق فيو. يعني الست اللي في المستشفى اللي انت بتقول عليها آسيا دي هي ورد؟ يا فارس انا عمال اقول ايه من الصبح؟ آسيا هي ورد، ورد هي آسيا، مفيش غير واحده في الليله دي اسمها آسيا. مش معقول. المهم انت طلعت في يوم تعمل ايه؟ بخلص شغل مع عرب هناك بدو. اكيد طبعا مع واحد من الشيوخ اللي هناك، الشيخ سلمان. كنت مديله صفقه رشاشات آلي، وهو ادالي اثار فرعونيه احنا بنقول عليها مسخيط. ويش حب كده؟ لو ضمنت له يعني ان هو رجله ما تجيش لا في السلاح ولا في الاثار، الراجل ده راجل وبيجي بكلام الرجاله. ماشي، تفتكر انت خبطتها فين؟
انا متهيألي مفيش حاجه اسمها متهيألي يا فارس، يا اما فاكر يا اما مش فاكر، ده اللي احنا اتفقنا عليه. يا باشا انا اعرف الصحراء زي كف ايديا بالظبط. تعرف تورينا على الخريطه؟ بقول لك اعرف الصحراء زي كف ايديا. لو كلام سلمان طلع زي كلامك هظبطك في الليله دي، بس لو ما طلعش هظبطك بس بطريقه تانية. اتفقنا؟ برضه عملت اللي محدش قدر يعمله معايا. بعتني ليك ولفلاديمير. عارف في مثل روسي بيقول لك الانتقام طبق يؤكل باردا. برضه انتقمت مني زي كده ما بيقول بالظبط. وبحر كان فين من الليله دي؟ انا كنت مكلفه يدور على شحن. ولما رجع كنت تقريبا مغمى عليا. فوقني واتصل بالدكتور. جه عمل الاسعافات وطلع الرصاصه. بعديها خدت العكاز ورحت لامي. وانت جيت خدتني من هناك. مفيش اوحش من قاعده معاك بصراحه. ضحكتني وانا مش نفسي اضحك. كل الخبطات اللي فيها دي بسيطه وهتروح مع الوقت. طالما قدرنا نوقف النزيف الداخلي فمفيش خوف. بس في شرخ حصل في الجمجمه نتيجه الخبطه بحاجه جامده، حاجه حاده، حاجه حديد تقريبا، فعمل التجمع دموي. طب هتحتاج عمل ايه؟ ما اقدرش احدد دلوقتي، لان ممكن الدم يصرف ما نحتاجش عمليه، وجايز يزيد يضغط على المخ في الحاله دي لازم عمليه، والا هتبقى حياتها في خطر. ونخش بقى في قصص ثانيه وغيبوبه، فيعني يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. ان شاء الله خير، خير بعد الشر. ما تقلقوش انا بره لو احتاجتوني في حاجه. شكرا. شفتي يا منى عملوا ايه في اسيا؟ ان شاء الله هتقوم بالسلامة. بس يا بنتك اخويا هاي يا بابا طمني، لقيتوا مامي ولا لقيت سليم؟ هقول لكم كل حاجة. أنا وعدتكم إن إحنا ندور على مامي لغاية ما نلاقيها، صح؟ فاكرين كمان أنا قلت لكم قد إيه هي بتحبكم؟ وإنها عمرها ما تستغنى عننا وتمشي. هي مامي حصل لها حاجة وحشة؟ لا ما حصلهاش حاجة وحشة. بس هي عملت حادثة. طب وسليم؟ هي كانت في كوما طول الفترة اللي فاتت. بابي، أنت ما قلتلناش على سليم. ما إحنا لما لقيناها ما لقيناش سليم معاها. بس إن شاء الله هتبقى كويسة لو تقول لنا سليم فين. فاكرين مامي كانت بتعمل إيه معاكم لما تبقوا عيانين؟ أيوه طبعًا. كانت بتقعد جنبنا وتدلعنا لحد ما ننام. إحنا هنعمل معاها نفس الحاجة بالظبط. احنا لازم نقف جنبها عشان احنا عيلة واحدة. اتفقنا؟ اتفقنا. اتفقنا؟ اتفقنا. Thank you.
روفين بسرعة. بس أنا عايزة أفهم. إهدي بس إهدي بس إهدي. بسرعة. هما مين دول؟ إهدي بس. الحمد لله على السلامة يا دكتور آسيا. أنت كويسة؟ الحمد لله على السلامة. اتفضل يا دكتور. أنت كويسة؟ بحر مشي. بحر جابني ومشي. آه جاي جاي دلوقتي. إهدي بس. طب مين الناس دي؟ ها يا دكتور؟ يا دكتور؟ أيوة أنا معاكي معاكي. مين الناس دي؟ آسيا إيه ده حبيبتي؟ أيوة أنا هاتي سيبني بس. أنا عايزة أفوق. ها؟ حالا حالا. بس جسمي بيوجعني أوي. إهدي بس استريحي هتفوقي حالا دلوقتي. جسمي وجعني جدا. ما تقلقيش. بحر مشي؟ جاي جاي.
بعد ما تقوم بالسلامة لازم تشوف لها دكتور نفساني. دكتور نفساني؟ دكتور أمراض نفسية، لأن واضح إن ذاكرتها اتأثرت إما من الخبطة اللي خدتها على دماغها أو من الصدمة العصبية اللي مرت بيها. ففي الحالات اللي زي دي يبقى لازم تأهيل نفسي. أنا ما حبيتش طبعًا أقلقكم في الأول لأني لسه ما كنتش متأكد من الحالة وكنت عايز أطمن إنها تفوق الأول من الغيبوبة، بس دلوقتي لازم دكتور نفساني عشان العلاقة ما بينها وبينكم وتتعاملوا معاها إزاي، فلازم تأهيل نفسي. بعد إذنك. أهلا وأعرف مين اللي عمل فيكي كده. لا يا راجل، لا 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 خليها ودي، أصل الست دي غالية علينا قوي. دي مش وردة واحدة، دي جنينة ورد. سلام. بعد إذن الغالي ممكن تسيبنا شوية لوحدنا. أنت مين؟ وسيبكوا لوحدكوا ده إيه؟ أنا أمها، أنت مين؟ أيوة ماما، ما تمشيش، خليكي موجودة هنا. عايز مني إيه؟ ما بلاش. عايزة تسمع بلاويك يا ورد؟ بلاوي ده ايه يا مختل انت؟ وورد مين؟ دي آسيا بنتي. آسيا؟ آسيا آسيا، اقعدي براحتك. أنا بالنسبة لي ما عنديش مشكلة. ده الاتفاق اللي كان بيننا يا ورد. نسيتي وعدك ليه؟ وعد ايه؟ أنا مش فاهمة أنت بتتكلم على ايه بالظبط؟ مش فاهمة ولا كلمة. انت راكبك العبط ولا ايه؟ عبط ده ايه؟ اخرس. ماشي. نقول تاني يا ست ورد، قصدي يا اسيا. مش كان في اتفاق بينا انك تسلميني رقبه الكلب انتيكا؟ وانا لما جيت افايشك طلعت جدع معاكي وما رضيتش البسك الاساور. في ايديك الحلوتين دول. اوعى سيب ايدي. انت اتجننت؟ انت مش فاهم انت بتكلم مين؟ دي اسيا شهدي. أنا أصلا مش فاهمة الموضوع اللي بيتكلم فيه ده خالص. وحياة أمك! اخرس! وحياة أمك، ده أنا أوديك ورا الشمس يا بنت. بت ده إيه؟ اخرس يا متخلف أنت، أنت فاكر نفسك مين؟ مين ده يا سميحة؟ مش فاهمة البلاوي اللي بتتحدف علينا دي. واحد جاي يهددنا. يعني إيه هددكم؟ تبقى مين أنت؟ عايز منها إيه؟ عايز منها كتير. كان في بينا اتفاق وغدرت بيا. على الأقل تيجي تشهد معايا في قضيتي يا ورد. قضية أنتيكا. فبص لي هنا، مفيش لا اتفاق ولا قضية ولا نيلة. اللي أنت بتتكلم عنها دي تبقى واحدة تانية، اللي قدامك دي تبقى آسيا مراتي. أنت فاهم؟ ومش هسمح لأي حد يمس منها شعرة. اتفضل. هدي الأعصاب وبلاش تتحمل. كله باسم القانون. اسم النبي حارسك وصاينك، وبالقانون هتجيلي لحد عندي. أنا قاعدة هنا في وسط أهلي ومش هسيبهم وهروح معاهم. الظاهر إن أنت غلطت في اسمي. أنا اسمي آسيا.
لكن الحقيقة في ناس حياتها بتضرب في اتنين، في ناس بيوقفوا ويقدروا فيه اللي مش قادرين، ما ماتوش صحيح واتكسروا لكن بيتهم في حياتهم. الدنيا بتغير وتفرق ناس نفسي.